ضمن فضاءات الحوار دكتور نسمع عن بعض المصطلحات قد يكون من أبرزها والذي يحتاج إلى توضيح مصطلح الإبراهيمية. ما المقصود بمصطلح الإبراهيمية في دائرة الحوار؟ البعض قد يكون لديه إشكال كبير وبعضهم أثار جدلا حول هذا الموضوع وتحفظ عليه. الإبراهيمية إذا كان المقصود بها صهر الأديان الثلاثة في دين واحد فهذا مرفوض تماما، وهو أصلا غير مقصود في المصطلح بشكل عام، وإلا كنا ندعو لوحدة الأديان وهذا لا نقول به أبدا. وكذلك أتباع الأديان الكتابية لا يقولون به. أما إذا كان المقصود بالإبراهيمية التعايش بين المسلمين وأهل الكتاب باعتبار أن الجميع يعود من حيث الأصل إلى جد واحد وهو إبراهيم عليه السلام ولكل دينه، فهذا لا بأس به. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الكتاب الكريم يقول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نحن لا ننكر أن أصل أهل الكتاب يعود إلى يعقوب عليه السلام والجد إبراهيم عليه السلام، سماهم القرآن أهل كتاب وأعطاهم امتيازا في الأحكام الفقهية، بل وصل الأمر إلى جواز الزواج منهم، وهذا يعني إمكانية بناء أسرة مع كتابي، هذا نص القرآن. يقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.